قمة الثقافة بحضور عدد كبير من المثقفين والمفكرين وقادة الفكر والمتخصصين والفنانين في مجالات مختلفة. سؤال عن الثقافة وكيفية توصيلها في هذا التوقيت بأفضل وسيلة للارتقاء بالشعوب والمجتمعات. الحقيقة كنت سعيدة جدا بحضوري هذه القمة اللي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. كنت سعيدة لسببين: واحد، الالتقاء بعدد كبير من العقول والشخصيات المهمة والمحترمة والمحترفة في مجالاتها، كمان الالتقاء وإدارة جلسة مع النجم المحبوب الكبير حسين الجسمي. كان الحقيقة كنت سعيدة جدا بالالتقاء بي في هذه الجلسة، وخصوصاً وتحديداً لأن حسين الجسمي نادراً ما بيعمل حوارات على الإطلاق، يعني آخره إطلالات قصيرة جملتين ثلاثة وفقط. كانت جلسة مع نجم محبوب خلوق، أغانيه لا تعبر فقط عن فكرة فن الغناء، إنما فكرة التواصل، فكرة الرقي، فكرة التعامل مع الشعوب العربية وتقديرها واحترامها، فكرة إنه البيوت العربية بتحبه وكأنه ابن من أبنائها. حسين الجسمي غنى بلهجات كثيرة جدا، إنما تبقى أغانيه محببة لكل شعب غنى لها. As the world adapts to sustainable ways of living, we must go back to indigenous knowledge systems to learn how our ancestors were leading sustainable practices in their lived environments. We must use this opportunity to gather here over the course of the summit to find real tangible solutions for us and the global communities in order to protect and in order to preserve various forms of cultural expressions. And urgent coordinated action is needed now more than ever. Today, when I meet a Caribbean, whether from Cuba or even in the landmass of Latin America, anywhere where an African was taken and contributed to the culture of that new world. For me, that individual did not cease to be African. Mm-hmm. Whether in the Arab world, mm-hmm. in the Latin American world, yes. in the European world, mm-hmm. even some of them in Papua New Guinea, mm-hmm. for me, this is the African world. في شيء في أغانيك أو في مدخلك للثقافة والفن والموسيقى بيخليك قريب جدا، بتحسبها ولا هي جت كده؟ أنت اليوم منى إذا مشيتي في أي شارع في الإمارات أو في أي ممشى من أول الإمارات إلى آخرها، إذا مشيتي 5 دقائق ضروري تتكلمي 5 أو 6 لهجات. إذا ما كان مجموعة لغات الإمارات ما شاء الله اليوم فيها أكثر من 200 جنسية، فبالتالي التبادل الثقافي بينك وبينهم هو تناغم خلاص حصل. إذا رحت مكان لقيت أحد يتكلم باللهجة المصرية يتكلم معه مصري وهو محبة وتناغم بيني وبينه. إذا رجعتي أنا بوجهة نظري أنه كل هذا أشبه في مجالي هو هارموني، هو تناغم. إيه أكتر أغنية تم الاستماع لها حول العالم من أغانيك؟ والله ما أذكر بالضبط شو أكثر أغنية، ولكن ما شاء الله في أغاني الحمد لله 40 تعدت المليار مشاهدة والحمد لله رب العالمين. هذا طبعا يعود نجاح من رب العالمين، فضل رب العالمين، كذلك من دعم الجمهور. قولي أكثر 3 أغاني بلاش أغنية، قولي أكثر. عايزاني أغني من الآخر؟ قولي ما هذا الزمن الذي يهيمن على العالم الذي ننتمي إليه ونعيش فيه، والهاجس الذي يملأه ويسيره ويقوده لا يدور حول مستقبل الإنسان المنفتح الحر الخلاق سيد نفسه وسيد مصيره، وإنما يدور حول مستقبل الآلة وتقنياتها، حول العبودية والهيمنة.
كل من شكر لدائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي في القمة الثقافية التي كانت في منارة السعديات في العاصمة أبو ظبي.